العلاج والوفاء وطاعم ومن شرور الأعداء والشياطين ونفس الأمارة باسمك اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيا ويا واسل مرادنا بخير اللهم بعدنا من الشر والإسيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القدوة وشماتة الأعداء يا محول الأول ولا أول حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا كثير النوال يا خالق جميع الأقوال وفقنا لنيات الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتنا في إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم وأقدم القرآن الكريم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونام على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو لغام بغير مدغام أو إدار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان فاكتبوا منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمل بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسل وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديلان ضيد وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسخر ميداننا بالحسنات وثبت أقدامنا على صراط واسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان وأكرمنا بلقائك يا ديان بعد طول العمر وبلغ المنى والعافية استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن الحكيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزو جزارا وبكل حذب حسنا وبكل نصف نئما وبكل ربع رفوا وبكل ثمن تنالا اللهم ارزقنا بالالف الفا وبالباء بركه وبالتاء توبه وبالتاء ثوابا وبالجيم
جمالا وبالحيكما وبالخير خلالا وبالدال دنوا وبالدال ذكاء وبالرأي رحما وبالدال ذلفا وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالدال بيارا وبالدال طهارا وبالدال غفرا وبالعين إلما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالضاف قربا وبالكاف كفايا وباللام لطفا وبالميم موقفا وبالنون نورا وبالنون نورا وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هدايا وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا أرواح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أيام منهم والأموات أجمعين آمين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر دينا وانصر من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا للإيمان كاملين وعلى الإسلام ثابتين وللفرائض مؤدين ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم مستمسكين وبالقرآن آملين وإن الموت وبالقبر ثابتين وبالدين ساكنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا كشفته ولا شدة إلا أزلته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا يا لك رب ولنا في الصلاة إلى أنت نالا قلبا يا ويسرت فيسر أمورنا إلى مدك يا أرحم الراحمين اللهم عيد علينا أعوام كثيرة عيد علينا رمضان كثيرة بسيئة وعافية بسيئة وعافية وعلم ورزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عمرا طويلا وصحة كاملة وعافية دائمة ورزقا واسعا ورزقا صفا ورزقا صوحا ورزقا نازلا ورزقا غدقا وعلما نافعا وعلما مباركا وزوجات صالحات وذرية طيبة وأن ترزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المسلمين في كل مكان وانصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحمهم وعافهم وعفوهم وأكرم نزلهم وأسهم دخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحاتنا وتهليلاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت الذي قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم ها إنا دعوناك يا رب فاستجب دعاءنا ولا ترد دعوانا بكثرة ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر
والخاتم لمن سبق ناصر العقب العفو الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله بقدره ومقداره العظيم صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك على درجات وتبلغنا بها اقصى المآل من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات
nakana mondro nyama ndiama kwa na kukabla misira anye ala dare ayere na nduta barale kedwa kere kere nyama ndwa uka alibi ala fahati ya tasi kasha tu barenge ka ba alibi ala uka amje jenu hitaji de ba kan sa masia fo fe insrat ke ka to ke alibi ala uka to fe medu herai ala ka sa makana jama alibi ala mukira muti watir le dubbe sirata ay ndwa uke jamana ta bana ay ka jamana suma alibi ala mukira nyamur ka benkelima ka dunda kele ka bunda kele alibi ala uka mar baba min tara alibi ala nkisu wala ma alibi ala nkisu wala ma amar wa umike aluna di juma su be taro alibi ala jaka juma kam na juma ka ta juma be jumu ya fali ala ka an jumu ya fa fono alibi ala mukira kam na sungar ma ka ta sungar ma be jumu ya fali ka an jumu ya fa alibi ala mukira ngala dar ko ni ala ma ina ka an fu kare ju bla an fu fa fu na ba ala alibi ya fa ba ye ya fa di ala ali ka an jumu biye ya fa alibi ala ko no ko na ba ere ta ho ngala wa umike alibi ala jaka wa akhu dawana alhamdulillah rabbil alamin Baja.